بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية أخوان. نعمل شير للسكرين ونبدأ حصتنا اليوم. اليوم إن شاء الله حنتكلم عن الكلوز سيستم. طبعاً نحن يعني لنهاية شابتر 3 أخذنا البروبرتيز البيور سبستنس وكيف نستخدم الجداول. الشابتر 4 وشابتر 5 حيتكلموا عن نفس الكلام تقريباً. شابتر 4 حيتكلم عن الكلوز سيستم، شابتر 5 حيتكلم عن الاوبن سيستم. نطبق اللي تعلمناه في يعني تقريبا شابتر 4 و 5 شوي يعني اكثر ايش اكثر تخصصا يعني من 1 و 2 و 3. 1 و 2 و 3 كان يتكلم بشكل عام عن اي سيستم، الحين اللي درسناه في 1 و 2 و 3 بنطبقه في الكلوز سيستم، هذا اسمه شابتر 4. حنطبقه على الاوبن سيستم، هذا اسمه شابتر 5. طيب الانرجي اناليسيس اوف كلوز سيستم، هذا هو تشابتر بيتكلم عن الكلوز سيستم. طبعا الكلوز سيستم احنا تكلمنا عنه، قلنا انه سيستم ماله، قلنا انه الانرجي فيه اكسشينج بيسمح بالانرجي اكسشينج لكنه ما بيسمح بالماس اكسشينج، يعني الماس فيكست. طيب الكلوز سيستم جواه كونزرفيشن اوف انرجي برينسيبل، والفيرست لو ممكن نعبر عنه للفيرست لو للثيرموديناميك، ممكن نعبر عنه بالمعادلة اللي هو ايش طيب زي ما احنا شايفين زي ما احنا شايفين اللي قلنا انه الانرجي ان الانرجي ان ناقص الانرجي اوت حتعطيني الدلتا اي في السيستم. والدلتا اي اصلا في السيستم شو كانت بتساوي اذا بتتذكروا؟ كانت بتساوي الكيو ناقص الكيو نت ناقص الورك نت، او كنا نقول انه الكيو ان يتذكروا ناقص الكيو اوت ناقص، كنا نحط الورك اوت ناقص الورك ان يساوي الدلتا اي تاعت السيستم. والدلتا اي للسيستم اذا بتتذكروا، لاحظوا الكيو نت اللي هي كيو ان ناقص كيو اوت، والورك نت اللي هو ورك اوت ناقص ورك ان. بس حنضيف حاجة عليه اسمها الورك بي. الورك بي هذا اللي هو يعني بسموه الباوندري ورك، اللي هو يعني ايش؟ ما هو احنا عندنا، طلعوا يا شباب خليني بس بالله امسح، ايوه. فاحنا هنا بدل بس الورك ان ناقص الورك اوت، هذا على اساس السيستم يعني اللي هو ايش؟ اللي هو ان واوت بواسطة السيستم. طيب اللي حنعمله التالي انه ايش حنضيف عليه؟ شغل الباوندري، الباوندري اللي الحدود، هذا حيساوي الدلتا اي سيستم. والدلتا اي سيستم اذا بتتذكروا دلتا يو زائد بوتنشال انرجي زائد كاينتيك انرجي. طبعا هو مرات بيقول لي اسحب على الكاينتيك واسحب على البوتنشال، بتصير ايش يعني؟ الكيو نت ناقص الورك نت، وبدل دلتا اي سيستم شو بحط؟ بحط ايش؟ دلتا، بحط دلتا اي. ماشي الحال. ورك الباوندري هذا كيف بنحسبه؟ صراحه ورك الباوندري بنحسب من اللي هو ايش؟ العلاقه تكامل البي دي في، اللي هو يعني تكامل الورك بالنسبه للفوليوم. طيب الكاينتيك انرجي، التشينج الكاينتيك انرجي اللي هي عباره عن نص الام الفي 2 تربيع ناقص الفي 1 تربيع. كويس، احنا قلنا انه الدلتا بوتنشال انرجي اللي هي الام جي زد 2 ناقص زد 1. احنا قلنا انه دلتا اي سيستم
ممكن نستعيض عنها بدلتا اليو ودلتا الكاينتك ودلتا البوتنشال. لكن اذا ما كان في تغيير في الكاينتك ولا في البوتنشال يعني ايش ممكن نسحب عليهم وتصير الدلتا اي بتساوي الدلتا يو. فشو بتصير المعادله؟ تصير المعادله اللي هي الكيو نت ناقص الورك نت بيساوي الدلتا يو. التغير في الانترنال انرجي هذا فيه له شرط انه الفيلوسيتي ما بتتغير والاليفيشن ما بيتغير. اذا ما في اليفيشن بقدر اسحب على البوتنشال انرجي، اذا ما في تغير في الفيلوسيتي اقدر اسحب على الكاينتيك انرجي. فيصفي في الاخير عندي ايش؟ صفي في الاخير عندي الكيونت مرتبطه بمين؟ بالدلتا يو فقط. الكيونت مرتبطه في مين؟ في الدلتا يو فقط. طيب الكيونت بتساوي الورك نت ناقص الورك نت بتساوي الدلتا اي. الحين لو انا بتكلم عن سايكل، يعني ايش عن سايكل؟ يعني انا كنت طلعوا يعني انا رحت من واحد لاثنين ومن اثنين لثلاثه ورجعت من واحد لاثنين لثلاثه وبعدين رجعت من ثلاثه لوين؟ طيب انا كنت في واحد رحت لاثنين بعدين من اثنين مشيت لثلاث بعدين من ثلاث مشيت لواحد. لاحظوا من واحد لاثنين هذه ايش؟ هذه كونستانت بريشر. ومن اثنين لثلاث هذه كونستانت فوليوم. من ثلاث لواحد هذه كونستانت تمبرشر. لاحظوا ان انا هذه سايكل في النهاية حصل عندي إيش؟ سايكل. يعني حيصير عندي التالي طلعوا هذه سايكل كيو 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 نت ناقص ورك النت يساوي الدلتا يو. واي سايكل الدلتا يو الها شو بتساوي؟ مش احنا بدينا من عند النقطه مثلا واحد ورجعنا للنقطه واحد، فشو تصير الدلتا يو؟ بس في السايكل مش في البروسيس، في السايكل. اي سايكل صراحة ما دام بدينا من نقطة واحد مشينا لاثنين لثلاثة لأربعة رجعنا لواحد، يعني الدلتا يو شو تساوي؟ عشان كذا السايكل الكيونت ناقص الورك نت بتساوي صفر، يعني الكيونت بتساوي الورك نت. وهذا مبدأ هام هنستخدمه إن شاء الله في ثيرمو 2 في السايكلز بكثرة. دائما الكيو نت بتساوي الورك نت وين؟ في السايكلز. اذا دائما الكيو نت بتساوي الورك نت لانه الدلتا يو شو بتساوي بالسايكل؟ بتساوي صفر. طيب اعطاني اكزامبل، قال كومبليت ذا تيبل جيفن بيلو. اعطاني طبعا هذا اكزامبل قايل لي معطيني قايل لي البروسيس واحد اثنين اثنين ثلاث ثلاث واحد، معطيني الكيونت الورك نت الدلتا يو. وعن ذول الثلاثة كلهم وحدتهم ايش؟ كلهم وحدتهم كيلو جول. طيب من الكيونت انا حعبي بالايش؟ بالاحمر. الكيونت كم؟ من واحد لاثنين خمسة، ومن اثنين لثلاث عشرين،
بالنسبه من 3-1 خلاه لي اياها فاضيه. الحين نيجي للورك، خلاه فاضي هنا. نيجي للورك حط لي 10. نيجي لل اعطاني اياها سالم 5 واعطاني اياها 2. ايوه شوفوا الشباب، الآن عندنا زي ما نحن شايفين عندنا هاي الكيونت. احنا متفقين يا شباب انه كل بروسس الكيونت ناقص الورك نت يساوي الدلتا يو، فانا هحط بدل الكيونت ايش؟ احط 1-2. كم كيو 1-2؟ يعني انا حطيت بدل كيو 1-2 الخمسة، وبدل دلتا يو 1-2 -5، وديتها هناك وصار -5 ناقص 5 -1 ورك الواحد 2. يعني ورك الواحد 2 شو بدي احط بداله؟ يعني ها -10 شلنا السالب مع السالب، يعني شو بدي احط هون؟ يا اخواني اللي معاي، الناس اللي وياي، شباب موجب 10. احسنت، احط طيب الحين حاجي طلعوا وامسح ايش اللي كتبته، طلعوا وامسح 1-2 1-2 1-2. وشو هسوي يا احباب؟ هكتب 2-3 2-3 2-3، احط طلعوا المرة هذه هحط بدل كيو 2-3 20. وبدل ورك 1-2 2-3 هحط 10. عشرين ناقص 10 10. إذا يا شباب اللي هعمله التالي، وأحط 10. لاحظوا هو قاعد بيقول لك انه السطر الاول هايها شو جوا؟ 10. السطر الثاني شو جوا؟ 10. طب والسطر الاخير؟ أنا مش فاهم، هو حاطط كاتب سطر 4 كمان. السطر الأول فهمناها 10، هنا السطر الثاني 10 طلعناها.
السطر الثالث كاتب سالب 10 و5. واحد اثنين اثنين ثلاث هذه يا شباب، يا شباب هذا السؤال فيه غلط. خمسة موجب اثنين، السطر الرابع اللي هو هذا. طيب اخوان، هذه خربطه، طلعوا هاي تركها مش تركها مطلوبه، وهذه سالب 5. الحين السطر الرابع هذا احنا عبيناه، هيها الحين بقى ايش؟ نعبي الفراغين هذول ونعبي الفراغات الثلاثة هذه. الآن اطلعوا يا شبابنا، أنا عذرا، يا شباب الطلاب اللي حضروا مع المدرس الحصة هذه، شو صلح في هذا الجدول؟ يا شباب الطلاب اللي كانوا مع المدرس، شو صلح في المدرس هذا الجدول؟ أعتقد أنه صلح العشرين والاثنين، عمل واحدة فيهن سالب 5 وواحدة فيهن خلاها فراغ. حتقولوا لي أنت كيف عرفت؟ الحلول السطر الأول في فراغ واحد اللي هو موجب 10، السطر الثاني في فراغ واحد موجب 10، السطر الثالث معي يا شباب، السطر الثالث في فراغين سالب 10 وسالب 5، السطر الرابع كله فراغات 15 صفر. الحين يا شباب اجمع لي السطر اللي في العمود اللي في النص، شو مجموعه؟ 10 و10
20 وسالب 5 هاي 15. طبعا احنا بنعرف انه الورك نت شو لازم يكون مجموعه؟ نفس مجموع الكيونت. احنا اتفقنا انه الورك نت والكيونت نفس المجموع على السايكل، وهذه سايكل بدينا من واحد وفي الاخير رجعنا لوين؟ مش بدينا من الواحد وفي الاخير رجعنا للواحد، اذا هذه ايش؟ سايكل. طيب اذا الكيونت والورك نت نفسه، هذه 25 25 كيف بيصير 15؟ لازم يكون هون سالب 10. الدلتا يو على السايكل شو مجموعها؟ الدلتا يو على السايكل شو مجموعها؟ صفر سالب 5 و10 وسالب 5، بيطلع الجواب صفر. لاحظوا يا شباب ان الحكايه بتشبه البازل. الان يا شباب احنا قلنا انه دلتا يو للسايكل والكيونت بتساوي الورك نت، هم طلعوا قد بعض 15 15. كيف عرفنا هاي؟ لاحظوا رو 3 سالب 10 سالب 5، رو 4 15 15 0. انا كيف عرفت انه السؤال فيه غلط؟ يا شباب الانسر هي قالت لي انه السؤال فيه غلط. انتبهتوا لهذه الحكايه يا شباب؟ طيب يا اخوان نروح الحين نكمل. ايش قلنا؟ انه ايش قلنا؟ انه الكيو، انه الكيو نت ناقص الورك نت يساوي الدلتا يو، ماشي. وقلنا انه الورك نت انه الكيو ان ناقص الكيو اوت، الورك اوت ناقص الورك ان زائد الورك تاع الباوندري يساوي الدلتا يو. كويس. الحين كيف احسب الباوندري وورك؟ كيف احسب الدبليو بي؟ دبليو بي هو تكامل البي دي في. كويس. وعشان اكامله طبعا في كثير ناس مش عارف انه الفي اللي هي الاريا في الديسبليسمنت، فالدي في هي الاريا في الدي اس، هاي هايها بي اي دي اس. البي في الايش؟ احنا كنا نقول البي بتساوي اف ع اي، يعني اعمل مقص البي في الاي شو تساوي؟ تساوي اف. يعني هذا ورك الباوندري صار بيساوي تكامل اف دي اس. وهذا هو صراحه التعريف اللي احنا خذناه في الميكانيكا للورك. يعني قصدي نقول انه ايش؟ انه الورك الباوندري تكامل البي دي اي هو نفسه تكامل الاف دي، تكامل الاف دي اس. طيب كيف ممكن احسب الـ هذا؟ طيب انا في عندي انواع العمليات. العمليات عندي اما طبعا العمليات عندي قلنا اما الفوليوم كونستانت، هاي العمليه انا سميتها ايزو توريك. طيب وعندي البي كونستانت هاي سميتها ايزو بارك، وعندي البي في كونستانت وهذا انا سميتها الايزو ثيرمال او اللي هي التي كونستانت، وعندي البي في قوه ان كونستانت وهذه سميتها بولي تروبيك بروسس.
طيب The process على البي في دياجرام على اساس انه هذه بوينت 1 وهذه بوينت 2 وهي البروسيس ماشيه من 1 ل 2. اذا احنا عايزين الورك, الورك شو بده يكون؟ بده يكون الاريا اندر كيرف. الاريا, لانه انا لما بقول انه الورك بيساوي تكامل ال بي دي في, يعني قصدي اقول انه الورك بيساوي الاريا للكيرف تاع ال بي في. طيب لما بتكون البروسيس كونستانت فوليوم, لما بتكون الفوليوم كونستانت يعني زي هيك, ها هاي بداية العملية وهي نهايتها, او العكس يعني احنا يا بنروح من واحد من هذه لهذه يا بننزل من اللي فوق للي تحت. الزبده انه ايش مالهم, انه ال1 وال2 مالهم لهم نفس الفوليوم. فلما بدي اجي اطبق القانون تكامل الفي, لاحظوا انه الفي1 بيساوي الفي2, فصار التكامل من نفس الحد لنفس الحد. وهذا شو بده يساوي في الأخير؟ بده يساوي صفر, لأنه حدود التكامل نفسها. ماشي الحال يا إخوان؟ النوع الثاني ها الاسم طلعوا, النوع الثاني البرشر هو الكونستنت, وهذا من V1 ل V2. أنا بقدر أطلع البي اللي برا التكامل لأنه كونستنت, يعني بي 2 ناقص بي 1, يعني الورك بده يساوي البي البي في الدلتا بي. لاحظوا يا شباب انه هاي نقطة البداية وهاي نقطة النهاية, وهي الواحد وهي الاثنين كلهم نفس الضغط. طيب العملية الأخيرة, لأن احنا الآن صرنا متفقين هيك كونستانت فوليوم الورك حقها بيساوي صفر, وهيك هذا كونستانت براشر وهذه الورك حقها بي دلتا بي. اخر شيء عذرا قصدي اللي بعدهم تيجي اللي هي الكونستانت تمبرشر في احنا نعرف انه في في ايكوال ام ار تي, فلما التي كونستانت بيصير يعني الام في الار في التي بيصير كلها كونستانت. يعني لما معنى كلمة التي كونستانت, في ناس كثير ما بيحب يكتب التي كونستانت, بيقولوا بي في ايكوال كونستانت, يعني خلاص التي كونستانت والار احنا عارفينها كونستانت والام كونستانت,
الام كونستنت لانه كلوز سيستم. مش احنا اتفقنا انه كلوز سيستم الماس حقته ثابته، والار والار احنا سميناها ثابت الغاز. اذا ام كونستنت وار كونستنت وتي كونستنت. لما تي كونستنت في ناس بدل ما يحب يكتب التي كونستنت بيحب يكتب انه بي في كونستنت. طيب انتبهوا يا شباب، البي في كونستنت يعني البي بتساوي كونستنت على في. تذكروا رسمة، تذكروا زمان كيف لما كنا نرسم اف اوف اكس بيساوي واحد على اكس؟ يا شباب حدا بيعرف كيف كنا نرسمها زمان؟ في حدا بيعرف كيف كنا نرسمها يا إخوة؟ الربع الأول والثالث أعتقد. لا هي كده زي شكل. طبعاً ما تشبك عند الصفر، ليه؟ لأنه واحد على صفر قيمة غير معرفة، فمن هنا ما تشبك عند الصفر، ومن هنا تصير تقرب من الصفر. لما بنصل للما لا نهاية بتصير هذا الطرف صفر. على كل إن هذه رسمة مين؟ الاف اوف اكس يساوي واحد على اكس. الكونستنت هذا كأنه واحد، يعني البي بتساوي كأنها واحد على بي. فرسمة البي بتساوي كونستنت على بي زي كذا، طلعوا شيل الاكس وحط بدالها بي، شيل الاف اوف اكس وحط بدالها بي. فهذه رسمة البي بيساوي ايش؟ البي في بتساوي كونستنت. البي في بتساوي كونستنت، هاي رسمتها. يعني لو هاي النقطة الأولى وهاي النقطة الثانية، صراحة البروسيس هيك بسموها ايزوثيرمال. طيب كيف بدي أعملها؟ أنا بعرف إنه الورك يساوي بي دي في تكامل الكونستنت على في دي في. ها الورك بدي يساوي تكامل كونستنت على في دي في. الكونستنت هذا شو رايكم نرميه برا؟ كونستنت لان الفي من في 1 لن في 2 ناقص لن في 1 كونستنت لن بي 2 على في 1. لما لن يكون طرح نقدر نعمله لن 1 وجوه نعمل قسمه. تعرفوها هذه يا شباب؟ ها يا شباب هذه اللي انا كتبتها في الاخير ما رقت عليكم قبل. خصائص اللن ايه دكتور؟ ايوه بالضبط، يعني لن الايه زائد لن البي، هذه عباره عن لن واحد وحط الايه ضرب البي. لن الايه ناقص لن البي، لن واحد واحط جوا ايه على بي. انا عندي الورك بيساوي كونستنت لين بي 2 ناقص لين بي 1، فقلت انه بتساوي كونستنت لين وحده بي 2 على بي 1. هذا الكونستنت اقدر احط بداله بي 1 بي 1، اقدر احط بداله بي 2 بي 2، اقدر احط بداله ام ار تي. يعني يمشي ذا يمشي ذا ويمشي ذا ويمشي ذا. طلعوا. وبالنسبة ل V2 على V1، وش احنا اتفقنا؟ انه V1 V1 على T1 equal V2 V2 على T2
طبعا لانه تي 1 وتي 2 كونستانت يعني بي 1 في 1 ايكوال بي 2 في 2 يعني هي الفي 2 حجيب بي 1 عندها بس المقام هي البي 1 بسط وحجيب بي 2 عندها فانا قلت انه الدبليو بتساوي الكونستانت الكونستانت هذا قلنا يا بي 1 في 1 يا بي 2 بي 2 يا ام ار تي لين بي 2 على بي 1 وهذه قلنا ممكن نحط بدالها بي 1 على بي 2 علشان كذا فعليا كم معادله بنقدر نحسب من خلالها الورك الباوندري تاع التي كونستانت ستة ممكن ذي مع هذه وممكن هذه ويا هذه الحين ممكن هذه مع هذه أو مع هذه وممكن هذه مع هذه ومع هذه فكل واحدة تمشي مع الثنتين فبيطلعوا في الأخير كم معادلة أو كم فورمولا ست معادلات إذن الدبليو البي بتساوي صفر لو الفوليوم كونستنت بشكل الرسمي هيو الدبليو بي بتساوي بي في دلتا في لو البرشر كونستنت اي شكل الرسمي الدبليو بي بيساوي بي 1 بي 1 بي 2 بي 2 ام ار تي لين في 2 على في 1 او ممكن احط بدالها في 1 على في 2 المعادله تاعت في الرسم تاعت في بي بهذا الشكل طيب هذه نيجي بعدين اخر شيء للبوليتروبيك بروسيس البوليتروبيك بروسيس البي في قوة ان تساوي كونستنت والان هذا رقم طب سؤال ليه سموا هاي العملية بوليتروبيك لانه لو عوضت بدل الان ما لا نهاية تصير فوليوم كونستنت لو عوضت بدل الان بصفر تصير البي كونستنت لو عوضت بدل الان بواحد تصير البي في كونستنت يعني تي ايزوثيرمال طب لو عوضت الان غير الزيرو والواحد والما لا نهايه صراحه هذه احنا نسميها بوليتروبيك ما علينا البي في قوه ان تساوي كونستنت ماشي الحال هذه بسموها البوليتروبيك بروسيس كويس نسيت اقول لكم اذا حطينا بدل الان كي والكي هذه اللي هي السي بي على السي في صراحه هذه بسموها الاديابتيك بروسيس المهم يا شباب اللي بيهمنا التالي اللي بيهمنا انه هذه معادله البوليتروبيك بروسيس طبعا يعني معناه انه البي بيساوي كونستانت على في قوة ان الباوندري وورك بيساوي تكامل البي دي في الباوندري وورك بيساوي تكامل كونستانت على في قوة ان دي في الباوندري بيساوي الكونستانت طلعناه برا التكامل تكامل دي في على في قوة ان كونستانت تكامل V سالب N dV constant V قوة ناقص N زائد واحد على سالب N زائد واحد أنا بكامل من V1 ل V2 يعني WB بيساوي constant في قوة واحد ناقص N على واحد ناقص N
من في واحد لفي اثنين. الدبليو بي بدها تساوي كونستنت في قوة واحد ناقص ان على واحد ناقص ان من في واحد لفي اثنين كونستنت على واحد ناقص ان في اثنين واحد ناقص ان ناقص في واحد واحد ناقص ان. الكونستنت هذا اللي هو بي في قوة ان. أنا مرة حأضربه في الفي 2 مرة حأضربه في الفي 1. لما بضربه في الفي 2 خليه بي 2 في 2 قوة ان في في 2 قوة واحد ناقص ان. ولما أضربه في الفي 1 حخليه بي 1 في 1 قوة ان في 1 واحد ناقص ان. طبعا هذا هيك كله مضروب في واحد على واحد ناقص ان. يعني الدبليو بي بده يساوي هاي واحد ناقص ان. صراحة حتروح الفي 2 مع الفي واحد ناقص ان حيصفي بس في 2. حتروح الفي 1 قوة ان مع الفي 1 قوة واحد ناقص ان يصفي في 1. فحتصفي بي 2 في 2 ناقص بي 1 في 1. وهذه صراحة هي المعادلة تاعت مين؟ تاعت البوليتروبيك بروسس. كويس؟ لحظة يا شباب، هذا المعادل. طبعا احنا متفقين انه البي في هي الام ار تي، فال قلنا بتساوي بي 2 في 2 ناقص بي 1 في 1 على 1 ناقص ان. الدبليو بي حتساوي ام ار تي 2 ناقص ام ار تي 1 على 1 ناقص ان. الدبليو بي بتساوي ام ار 1 ناقص ان تي 2 ناقص تي 1. في ناس بيحب يكتبها بهذا الشكل، بإمكانك تبسط فيها زي ما بتشتهي. هذا إذا الان بتساويش واحد، إذا الان بتساوي واحد بتأخذ الشكل اللي هو تاعبين تاع البي في بيساوي كونستنت. إذا الله أحيانا وحياكم المرة الجاية بنبدأ يا شباب من عند الإكزامبل. حصتنا بكرة على الأربعة يا إخواني، اللي ما بيقدر يحضر الحصة يحضر التسجيل، مش عايزين نغير وقت الحصة حتى إنه ما يزعلوا منا الشباب. الله يعطيكم العافية يا إخوان، والتسجيل إن شاء الله بنزله في الـ من أربعة على كم؟ الحصة بكرة؟ مش مهم من أربعة على كم، يعني إحنا اليوم أخذنا 55 دقيقة، بدينا على الخمسة وهي 56 دقيقة، المهم نلاقي نفسنا إنك حاجة محدودة. لما أنا قاعد 15 أنا قاعد أقول لك، يعني مش حنأخذ أقل من ساعة. أنا فاهم، بس نقصد عشان يعني ما يكون عندي حين ارتباط مع الأهل أو شيء عارفه. يعني إحنا بنأخذ من ساعة لساعة ونص. كويس. حلو. فأنا مش عارف، يا إما نبدأ على الأربعة بنخلص على الخمسة، كله يعتمد على إيش شهر الشباب. إذا استوعبوا معنا الشباب إنه حتكون حصة بكرة في عنا هذا مثلاً إكزامبل. كويس. وحيكون في عنا. كويس. يعني حيكون في كذا إكزامبل، لأنه خلاص الحين هو تقريباً يعني شرح اغلب المواضيع اللي في التشابتر. الحين شو بيسوي؟ طبعا في هذا لا يعني انه ما في شرح لقدام شوي، في شويه شرح، ولكن يعني اغلب الشرح خلصوا. كويس. فاذا الله احيانا وحياكم عليك، اذا الله احيانا وحياكم بكره ان شاء الله بنبدا بنكمل من عند الاكزامبل اللي في صفحه 15، نكمل من الإكزامبل اللي في صفحة 15 اللي هو هنا. هذا صفحة 15 في آخرها في إكزامبل حنبدأ فيه إن شاء الله. في عنا تو إكزامبل، بعدين بيرجع شوي على الشرح شوي خفيفة، ما حيكون في شرح كثير لأنه أغلب الشرح إحنا إيش يعني، إحنا تقريبا الشرح اللي في التشابتر تقريبا شطبنا منه حول 60%، في باقي شوي بسيطة. هالحين هو حيصير يشرحهن على شكل دفعات بسيطة، كل ما يشرح له إكزامبلين ثلاث حيعطي له شوية شرح بسيط، وبعدين إيش لغاية ما يخلص الشابتر. الله يعطيكم العافية يا إخوان، وموعدنا إن شاء الله بكرة على الساعة 4. السلام عليكم.